صباح الخير دلال، كيفك اليوم؟ صباح، اخبارك؟ ماشي الحال. اليوم في عنا وصفتين. اول وصفه هي دي فيغين دو سومو، اللي هي وصفه طيبه كثير، معموله من سومو بدنا نطحنه مع الكابخ والمايونيز كريم فريش، هلا شوي دسمه بس طيبه. وبدنا نشتغل السومو اللي كمان بدنا نمزجه مع كمان الكابخ الكورنيشون الانات حامض، وبالنص بدنا نحط او روكا او ايبينار او حلا شيء خضر. اما وصفتنا الثانيه فهي وصفه طيبه كثير، خش صبحيه غدا عشاء، صغار وكبار بحبوها، هي البريوش الجراتيني بالفرن. هلا سالتيني تحت الهواء اذا انا عملت البريوش، لا اشترينا البريوش، هلا فينا نشتغله بالبيت اكيد، بس انه اذا ست بيت ما عندها كثير وقت فينا نشتريه ونشتغله بطريقه ونعمله بطريقه طيبه. شو هي وصفتنا؟ هي البريوش يلي بنحضره بكره شي يوم بنشتغلها على الهواء، بدنا نوضعه دون دي كان ستيفاني او بحيالله بيركس او جات يتدخل على الفرن. بدنا مثل ما هون عم بيشوفوا، بدنا نلت بالزبده، نحط شويه جوز الطيب، بدنا نوضع البريوش. واليوم بدي اقول للمشاهدين فينا استبدل البريوش بالكرواسون، الكرواسون يلي كمان شوكولا، فينا او شوكولا، فينا ساده، يعني مستحسن انه يكون ساده، لانه اليوم بدنا نشتغل بالغاناش شوكولا يلي حنحكي عنها، بالاضافه للبيض حليب السائل زيست دورانج وسكر. هيني وصفه طيبه كثير، حتى طيبه لصبحيه. لكن تنبلش وصفتنا، حنبلش اول شيء بالبريوش اللي بدنا ندخله على الفرن. لكن مثل ما سبق وحكينا، اليوم عم نحكي على حيالله صينيه بدنا ندخلها بقلب الفرن. مثل ما هون عم بشوفوا، لوحنا بشويه زبده، ضفنا شويه من جوزه الطيب بهيدي الطريقه. اوكي، هلا هون نحن فينا نحط كانيل؟ فينا نحط كانيل اكيد، بس اليوم هيك حبينا نطلع شوي من العاده. مثل ما عم تشوفي ستيفاني انه ما كترنا، حطينا شوي. رجعنا جبنا البريوش يلي قطعناه او الكرواسون، او الكرواسون حتى فينا نشتغل بالبان دومي، يعني او بريوش او بان دومي او كرواسون، بدنا نوضعهم بهيدي الطريقه. أنت قصد تركتيون شوي كبار، صح؟ أوكي، بعدين بدنا نقول هيدي وصفة فينا نقدم حدا آيس كريم على فاني كمان تطلع طيبة. أوكي، هلا فينا نضيف شوي إذا بدنا كمان، لأنه هلا وقتها بدنا نحط ال بتشو، لأنه بدهم يتشو، بدهم. أوكي، بعدين بدنا نقول إنه هيدي وصفة بدنا ننقعها شوي. أوكي، لكن تنرجع نذكر إنه اليوم نحن عم نشتغل وصفتنا. فوالا، واللي فيهم تمر؟ فيهم تمر، فينا نشتغل بشوكولا، فينا نشتغل بشو ما بدك. لكن اول ستيب مثل ما قلنا اشتغلنا زبده تحت، زبده. اليوم حبيت اشتغل بجوز الطيب، بس اكيد فينا نستخدم بالكانيل، فينا ما نحط شيء كمان. جبنا البريوش، فينا يكون البريوش الساده، مثل ما فينا نستبدل مثل ما سبق وحكينا بالكرواسون الساده، او البان دومي كمان نشتغله بهي الطريقه. هون شو عنا؟ هون عنا شوكولا، شوكولا اسود، نرجع بنذكر يعني ولا حلو ولا صح ولا مر، هيدا شوكولا دوبناه مع كريم فريش، يعني قد الشوكولا قد الكريم فريش، مزجناهم سوا واشتغلناهم بان ماري على نار. صاروا هيك بهيدي الطريقة، طلع لنا غناش ستيفاني. هلا هون بدي أذكر إنه إذا أنا اليوم ما بحب الشوكولا، في اشتغل زيت الوصفة بلا شوكولا، فينا نضيف الزبيب، الجوز، نستبدل عن الشوكولا. وبس بنحط كريم فريش؟ هلا البيض مع الحليب، لا ما عم نشتغل اليوم بالكريم فريش، البيض مع الحليب مع السكر والزيست دورانج، بدنا نكفي وصفتنا. بس اليوم بس إذا بلا ما بحب الشوكولا، أوكي، بحط هون شوية زبيب، شوية جوز، شوية لوز، وكفي وصفتي. ستيفاني، بس اليوم حنعم نشتغل هلا بالغناش، فينا نستبدل بالشوكولا المبروش او بيبي دو شوكولا. هلا فينا نحط شوي وما نكتر، فينا نحط شوي، صح. اوكي، الحديد هلا كثير هينه، ليه ما وصفتك هينه؟ خلصت ستيفاني، بعد هيدي انا على طول بعملها بالصبحيه، وبقدم حدا ايس كريم على فاني بتطلع كثير طيبه. لكن نرجع من ذكرنا عم نحط الغناش يلي دوبنا كريم فريش،
مع شوكولا بان ماري على نار، ونرجع منقول انه يلي ما بحب الشوكولا فينا نحط زبيب او جوز لوز. مكسرات، مكسرات فينا نجيب كرواسون على شوكولا او بريوش على شوكولا. اي ساعتها ما نشتغل بالجناش لما يطلع كثير شوكولا. اوكي هون عندنا بيض فوالا. هلا بدنا نزيد البيض على الشوكولا مع حليب. اي بدنا نخبيه. اوكي لكن اخر ستيب لنا اليوم في عندنا بيض مع فانيليا. اليوم عم نحكي على بيض كامل ستيفاني ببول مزجناه هون. اوكي نحط الزيست. بدنا نضيف الزيست. وي اورانج او سيترون كل لون؟ وي يعطي نكهه. اليوم عم نحكي على زيست دورانج ستيفاني. لكن هلا عم نمزج بيض كامل مع زيت. بدنا نضيف سكر عادي، وهون فينا نستخدم البراون شوغر. نحطهم كلهم؟ لا نصهم فيه يعني. ايه خلص زياده. لكن بيض فاني ما بدي انسى، زيت دورانج، وبدي اختم بالحليب السائل. مش كلهم بس قولي لي ستوب. ايه ستوب ستيفاني. فوالا هذه هي وصفتنا. اوكي بدنا نجيب لوش وبدنا نحطهم. فوالا هذه هي وصفتنا ستيفاني. قد ايه بدها بالوقت بالفرن؟ يعني بدنا نحطها بحدود ال 20 ل 25 دقيقة بقلب الفرن. فوالا. ريحة الزيست دورانج طيبة. هون بدنا نذكر كمان المشاهدين قبل ما نحطها بقلب الفرن كثير مهم انه نتركها لمدة نص ساعة لتش وتاخذ نكهة طيبة. نحن ما عندنا وقت. نحن لا اكيد. هلا فينا نستبدل لكينا البريوش بالكرواسون او بالبان دومي او بالبان دومي. بدي حمل الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق. بدنا ندخل الوصفه بحدود 25 مينوت 25 دقيقه بالفرن. بالفرن قد ايه الحراره؟ 180 درجه. 180. والله هذه هي وصفتنا ستيفاني. اوكي فيري. هلا كثير مهم هون بدنا نقول انه كثير مهم انه نعبيها لفوق، لانه وقتها نريحها لمده نص ساعه ان كان الكرواسون او البان دومي او البريوش بدون يشربوا. بس هلا نحن لضيق الوقت ما حق كثير نعبيها لحسه انه عبيناها ورجعت شربت. اوكي فوالا هيدا هو البريوش غراتيني بالفرن. معلومه القصه بعدين طيبة. هذه وصفة كتير طيبة. وهلا بدنا نقول انه اخر شيء ستيفاني بدنا نجيب سكر ان بودر نمزجهم مع الكاكاو وقت يطلع من الفرن نرش عليهم. عم نشوف المقادير. خلينا نرجع نذكر المشاهدين كيف عملنا الجناش. خلينا بس حطهم بالفرن لتقدر تدقيهم ستيفاني. بدنا نقول انه وقت نقول جناش نحن عم نحكي على كريم فريش مع شوكولا. وهون بدنا نرجع نذكر انه كثير بننسال شو نوع الشوكولا. اليوم عم نحكي على شوكولا اسود تبع الفوندان تبع الموس او شوكولا يلي بنلاقيه بحي السوبر ماركت. كثير مهم انه الشوكولا يكون اسود لانه ما بيكون ولا حلو ولا مر. بدنا نمزج قد الشوكولا. اذا اليوم عم نحكي على 200 جرام من الشوكولا بدنا نشتغل ب 200 جرام من الكريم فريش. 200 ملي من الكريم فريش يعني كوب كوب او نص كوب نص كوب يلي ما عنده ميزان. بدنا نوضعهم بقلب كاسرول. بدنا نشتغلهم بان ماري. شو يعني بان ماري؟ يعني بدنا نجيب طنجره او مقلايه او حيلا شيء نحط لها مي ونضيف عليها الكاسرول يلي وضعنا فيها الكريم فريش والشوكولا. ما بنذوب بالشوكولا شوي بالمايكرويف. ليكي الشوكولا لحاله بالمايكرويف بيحترق يعني انا بفضل انه نشتغلهم بان ماري. هلا اذا ما عندنا وقت فينا الشوكولا والكريم فريش نذوبهم بالمايكرويف. انا كثير اوقات كمان مش ضروري اعملهم بان ماري. يعني انا شخصيا بفضل انه نشتغلهم على نار هيك اطيب.
لكن وضعنا وصفتنا بالفرن، نرجع بنذكر بدنا نحمل فرن 180 درجه لمده 10 دقائق، وبدنا نرجع ندخل وصفتنا 25 دقيقه. هلا اذا قلنا 25 دقيقه فتحنا الفرن لقينا بعد بده شوي، يعني بنتركها شوي اكثر او اقل. بتعرفي ستيفاني كل فرن بيتغير عن الثاني حرارته. هلا خلصنا من اول وصفه، وهون بدنا نقول انه هيدي، بنرجع بنذكر هيدي بريوش جراتيني، كثير طيبه، كثير طيب انه نقدم حدا الايس كريم. بتعرفي هلا بموسم الصيف طيب انه ناكل بريوش مع ايس كريم على فاني. شو هي وصفتنا الثانيه؟ يلا بدنا نجيب الصم، نجيب الصم. هيدي فرينه كثير طيبه كمان، نشتغلهم بعزيمه. بنقصقص الصمون، بنقصقص الصومو. اليوم عم نحكي على صومو فيمي او عم نحكي على صومو فري. هلا كمان تنهين اكثر، اليوم عامله عزيمه سمكه صومو بالفرن، بقي عندي صومو ثاني يوم شو بدي اعمل فيهم؟ صومو مش بالفرن عم نحكي، بشتغل بذات الطريقه، يعني بستبدل الصومو فيمي مثل ما في اشتغل بالصومو فري، مثل ما في اشتغل بالشد صومو يلي بدي اطحن. هلا شو هي وصفتنا لليوم؟ اليوم عم نحكي على فيرين، بدنا نشتغل نوعين من الموس دو سومو يلي حنشتغلها سوا، بدنا نطحنها، بدنا نشتغل سومو يعني بدنا نفرمه صغير ما بدنا نطحنه. بقلب فيرين ستيفاني بدنا نوضع شوية من الموس يلي حنشتغلها سوا ونطحنها، بدنا نضيف شوي من الخضار ان كان روكا، ابينار، بيبي روكا، وات ايفر، يعني حيلا نوع من الخضار اللي بنحبه، وبنرجع بنختم بالسومو الشقف، وهون فينا نزين مثل ما بدنا بجوز، بكرامبري، بحيلا شيء بنحبه. هلا خلينا نبلش اول شيء نعمل الموس. موس يا اليوم عم نحكي على صومو فيمي، قطعناه هون. اوكي. فوالا. بدنا نضيف 4. اوكي. بدنا نضيف مايونيز، هون فينا نستخدم اللايت اكيد. انا وقت نقول مايونيز بينقزوا العالم. بينقزوا. شوية من عصير الحامض. بتعرفي في وصفات بنضطر انه نضيف لهم شوية من الكريم فريش. فينا نحط كريم تشيز، فينا نحط اكيد، فينا بدل نستبدل المايونيز. صح اكيد. شوية ستيفاني من بهار الابيض، شوية من الملح. خلينا نرجع نذكر على السريع، اليوم عم نعمل دي فيغين دو سومون، عم نطحن هلا السومون الفيمي او الفري او حتى سمكه السومو اذا بقي عنا. ضفنا الكابر المايونيز، ومثل ما قلت فينا نستبدل مايونيز بالجبنه يلي بحس حاله اريح، عصير حامض بالاضافه للكريم فريش، ما بدي انسى بهار ابيض مع رشه من الملح. علوا لنا الميوزيك. يلا علوا لنا الميوزيك. هيدي هي الموس، حدغري حطها هون. طيب معلقة يلا ورا جبتها. فينا حتى ستيفاني نشتغل دون دي فيغين بس هيدي الموس، فينا نزيد لها دي فاي دو جيلاتين ونعملها موس او صومو، نيمها بالبراد قبل بليله، نحطها بقالب الكيك هيك بتصير شوي جامدة، بتصير جامدة، بيطلع لنا الموس وصومو كمان طيبة. فوالا. شو بدنا نزيد فوقهم هلا؟ الخضرة. الخضار. بدنا نرجع نمزج. اوكي. بدنا انت شو جايبة معك بيبي ابينار؟ وي. اوكي. يعني نشتغل بالروكا، بحيلا شيء بنحبه. فوالا، لازم الوقت خلينا نكفي.
هون بدنا نذكر ان كان ابينار بيبي ابينار او روكا او خس او حيلا شيء، اذا لاحظتي ستيفاني نقعتهم بشويه زيت زيتون مع رشه من الملح لنعطيهم نكهه طيبه. فوالا. بس فيه بنحب هيك قصص دي فيغين تاع الصومو الطيب يلي بحب الصومو اكيد صح. اوكي نرجع بنذكر نحن اليوم عم نعمل دي فيغين دو صومو. هي دي فيغين طيبة كتير. هلا فوقهم بدنا نزيد صومو الشقف. الشقف يلي بدنا نضيف له كمان الكابخ. بدنا نضيف الكورنيشون المفروم صغير. فوالا. بالإضافة للمايونيز الأنات. أكيد فينا نعبي قد ما بدنا. نرجع هون في عنا الصومو المفروم. يلي بدنا نضيف له الانات. هون ما بدنا نطحنهم اذا لاحظتي ستيفاني. بدنا نضيف الانات. هون كابر كورنيشون مفروم. مع بعض. مع بعض. عصير حامض. بدنا نختم بالمايونيز. كمان. كمان. ما ما بدي انسى بهار الابيض. هلا اذا ما حدا في ناس ما بدهم يرجعوا يحطوا مايونيز يمكن فينا نحط زيت زيتون. فينا نحط زيت زيتون. ما هي؟ يعني فينا نستبدل بقصص نحن بنحبها. اكيد. بس الواحد بتعلم الباز بتصير هينا القصه. فينا هونيك نحط مايونيز هون ما نحط مايونيز. صح. فوالا. نحن رح ناخد سوا وقفة ونرجع للتيستي. شو الالوان الحلوه والفرحه. ايه اليوم نحن فصل الصيف. ايه فشو قصدك انه انا لابسه اسود؟ ما قصدنا شيء. انت ليه حسيتي حالي صار سودا؟ شو بدنا ندوق؟ ما فينا ندوق الحلو لانه بعده سخن. اوكي بس شو الفرق؟ هلا ما في فرق كله زيت الطعم يعني هي أوكي. المنظر فرق يعني هون بلا صومو هون مع صومو لا صومو 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 ثلاث هون بتاكلي صومو في موس يعني. صومو طبعا اليوم طبعاً. نرجع بنذكر على السريع لانه رانيا يمكن ما شفت انه هو مقصوصين بس هو لا ايه ايه انت هيك نعمل ديكور انا اليوم اشتغلنا ب عبالك مش مقصوص فيه بالعكس كنت دائما انه هيك اسال حالي كيف واحد بيقص بهول الفيرين هيك ما بعرف اليوم اشتغلنا بالفيرين دو صومو اشتغلنا دو صومو طيبه صحتين هيدي من اطيب الدنيا حامضه كثير طيبه صحتين دوقي عملنا رانيا موس دو صومو عملنا موس دو صومو مقصوصين صح عملنا رجعنا روكا او ايبينار او حيلا شيء ورجعنا عملنا صومو مفروم صغير ضفنا له كورنيشون كابخ عصير حامض شويه من المايونيز وهون بنقول يلي ما عم باله مايونيز في حط زيت زيتون عملنا ليفل يعني مزجناهم وزيناهم بهذه الطريقه كثير صحتين هن الفارينات الطيبه يلي خش تنعمل بغدا او عشاء وهون في عنا بريوش جراتيني او شوكولا اشتغلناه بقلب الفرن يلي هو كمان سهل بيتقدم حد ايس كريم على فاني بالصبحيه بغدا طيب. بعشاء بعد الظهر واسهل من الفوندان و... اي اسهل حتى من الكريم بروليه و... وكل هول يعني بس بدي اسال شيء استوضح الموضوع يعني هون عنا زيت الانجريدينتس باثنين بس الشكل شوي مغير صح بس خليني اشيل هيك هون اوكي
زبطت صاروا مثل بعض تكمل الديكور. ثانك يو دلال، ثانك يو لالكم، بنشوفك نكست ويك ان الاراد، وهاف ا نايس ويك اند.